مرحبا بكم أعزائي المستمعين. وردتنا بعض الأسئلة من الأخوة المستمعين، وسنقوم بإذن الرب بالإجابة عنها في حلقة هذا اليوم. السؤال الأول: ما هي العراقيل التي تمنع الإنسان من الحصول على خلاص المسيح؟ أهم العراقيل هي عدم إدراك الحاجة للتبرير، إذ يعتقد الكثيرون بأن غفران الله لخطاياهم يكفي لدفع ثمن الخطيئة. أعطي مثالا على ذلك: ونحن نعيش في بلدنا، علينا الخضوع وتطبيق قانون ذلك البلد حتى وإن لم يلائمنا في بعض الأحيان. فإن تسببت بحادث سير، فلكي أحسم الموضوع أمام المحكمة يجب أن أعوض المتضررة، إما شخصيا أو من خلال شركة التأمين المسؤولة عن سيارتي، لأحصل على تبرئة المحكمة. حينما أخطئ، فإنني بالحقيقة أعصي قانون ملكوت السماء. لذلك حينما أتقدم لله بالتوبة، فإنه سيحولني لقسم التبرير لغرض دفع ثمن الخطيئة، لأنه مكتوب في سفر العدد الإصحاح 14 والآية 18: الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسيئة، ولكنه لا يبرئ، بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. في العهد القديم كان يحولهم للناموس الذي ينص على وجوب تقديم ذبائح ومحرقات حيوانية. أما في هذا اليوم فالذبيحة الوحيدة المقبولة عند الله الآب هي دم السيد المسيح الكفاري. متذكرين قصة قايين وهابيل وكيف رفض الله تقدمة قايين وقبل تقدمة هابيل، لندرك إن الله قد يرفض تقدماتنا إن لم تكن بحسب قانون ملكوت السماء. العائق الثاني هو الشعور بالبر الذاتي أو فقدان الرغبة بعيش حياة التوبة ومحاسبة الذات. تلك الرغبة يجب أن تكون غاصبة مثابرة ومضحية للحصول على الملكوت، كرغبة يعقوب حينما صار ملاك الرب لأجل الحصول على البركة. قوى الشر تخسر أرضاً حينما يتوب الإنسان، تلك الأرض التي هي ملك الرب من الأساس، ولكن إبليس اغتصبها من جراء سقطة أبينا آدم. ولكن خسارة أرض لا تعني نهاية المطاف، لأن إبليس ممكن أن يعود ثانية ويغتصبها إن لم يدرك ذلك الإنسان حجم الحرب الروحية، حيث يقول السيد المسيح: إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. هؤلاء هم الذين يذكرون الرب في وقت شدة أو نهضة روحية أثرت في حياتهم، فتحصل التوبة ويستجيب الرب، ولكنهم سرعان ما يعودوا لنسق حياة الخطيئة. العائق الآخر هو فقدان البصيرة الروحية. الله كامل وسبله كاملة، لذلك تبريره أيضا كامل. لم يقصد بذلك التبرير الحصول على جنسية ملكوت السماء فحسب، بل أن نكون في مراكز متقدمة ووارثين في ذلك الملكوت. هذا ما أشار إليه السيد المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس حينما أشار لمواصفات الذي سيدعى عظيما في الملكوت مقارنة مع المدعوين صغارا. حينما تفقد البصيرة الروحية، فإن الإنسان يتوهم إنه قادر على دخول ملكوت السماء بجهده الشخصي، أي بكمية الأعمال الصالحة التي يجب أن ينجزها على الأرض. وهذا ما كان شاؤول الطرسوسي يعتقده لكونه عالما بناموس موسى وغيورا عليه. ولكن حينما التقى السيد المسيح أزيلت تلك القشور واستنارت بصيرته الروحية، فأدرك أن الدخول للملكوت ونوال الترقيات مبني على نعمة الله حصرا، فحصل عليها وأصبح يدعى بولس الرسول، وهو الذي قال لاحقا بأن الحرف يقتل
ولكن الروح يحيي. لذلك مطلوب الاجتهاد لنوال الاستنارة الروحية حينما نقرأ الوحي المقدس. الحصول على الترقيات الروحية يتطلب التفاتة من العالم والتقديم للحصول على فرصة عمل مع الرب، حيث قال الرب: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، ولكي أدرك القبول فإنني أحتاج لتبرير السيد المسيح كوني سأعمل مع إله قدوس، وأنا إنسان لا أزال أخطئ بشكل يومي. حينها سيقبلني الله الآب، لأنه يعلم أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، وهو لا يشترط كمالنا الشخصية لكي يقبلنا للعمل معه، ولكن اتحادنا بالمسيح الكامل سيوجه أنظار الله الآب إلى بره، ولا يذكر خطاياي لكونه وجد قلبي قد التفت إليه وبات محاربا للخطيئة وليس مستمتعا بها. فحتى إن أسقطني إبليس أو النفس البشرية بين الحين والآخر في الخطأ، فإن الرب يعلم أن ترويض الجسد نحو القداسة يتطلب مشوار العمر كله. ولكن كيف لي التخلص من هذه العوائق؟ الجواب هو توليد الرغبة بإنشاء علاقة شخصية مع الله من دون التقيد بأي قالب ديني. لا أن أعرف عن الله، بل أن أعرفه شخصيا وأتقرب منه، لأنه مكتوب أن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يتشدد إن رأى عندي رغبة جامحة بالتقرب منه والعمل معه وترك الباقي عليه، لأن الإعلان عن السماويات هي من مسؤولية الله غير المحدود لكوني محدودا بالأرضيات. السؤال الثاني: نسمع في الكتاب عبارة تتكرر: لا تقسوا قلوبكم. كيف يكون قلب المؤمن غير قاس؟ الجواب: حينما يسمع وصايا الرب ويفهم. مثل هذا يأتي بثمر، فيصنع بعض 100 وآخرون 60 وآخرون 30. حينما كنت طالبا في الجامعة، كان هناك عددا من الطلاب الغير مهتمين للمادة العلمية بقدر اهتمامهم بالحصول على الشهادة الجامعية، فنلاحظهم يستخدمون كافة الطرق بقصد تجنب القراءة والفهم. مثل هؤلاء يفشلون في حياتهم العملية بعد التخرج. أما الذي كان يقرأ ويفهم ويطبق، فإنه سيكون مثمرا بغزارة في المؤسسة التي سيعمل فيها بعد التخرج، بل ويرتقي في السلم الوظيفي بسرعة قياسية. ما يعطل الفهم هو الكبرياء، وهو أحد ثمار الخطيئة وسيطرة إبليس على ذلك القلب. قساوة القلب تظهر من خلال العناد والإصرار على الرأي الشخصي الذي يعتقد أنه فاهم لكل شيء، حتى وإن كان المعاند يعلم بعواقب عناده. مثل هؤلاء يصعب عليهم التوبة ونوال التبرير، لأنهم يخالفون فكر الله القائل: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. مثل هؤلاء يحتاجون مساعدة الآخرين لهم بالصوم والصلاة ليحرروهم من قبضة إبليس، حيث نقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح 16 قصة لعازر والغني، وكيف أن الغني وهو يتعذب في جهنم توسل إبراهيم أبا المؤمنين أن يرسل لعازر لأخوته 5 كي يخبروهم بشدة عذابه في جهنم فيتوب ولا يأتوا هم أيضا لذلك الموضع. ولكن أبانا إبراهيم شرح له أن مثل هؤلاء لا ينفع معهم حتى المعجزة، بل هم بحاجة لتحرير الإبن، والذي يبدأ بقراءة الكتاب المقدس بتدقيق وفهم عميقين ومن ثم تطبيقه على حياتهم. نلاحظ أن الغني كان يعرف أبانا إبراهيم، وبالتأكيد كان لديه الكثير من المعلومات عن الكتاب المقدس وعواقب تجاهل وصايا الله، ولكن انشغاله بالغنى وتعظم المعيشة لم يتح له وقتا كافيا للتركيز على الكلمة، فهمها ومن ثم عيشها. لذلك نسق حياته قاده إلى تجاهل المكتوب والاستمرار بحياة التلذذ بالغنى
والابتعاد يوما بعد الآخر عن الرب، مما قاده لذلك المصير المؤلم. يبدأ الحل من خلال إدراك حاجتي للمساعدة كالمريض الذي يصل إلى مرحلة البحث عن طبيب لعلاجه، فيسأل ويبحث ويقرر أن يثق بأحد الأطباء ويعطيه فرصة لعلاجه، وهذا ما يسمى بالإيمان. فإن كان نسق حياتك عزيزي المستمع مخالفا لما يقوله الوحي المقدس وتجد نفسك عاجزا عن تغيير ذلك النسق، فإنك بحاجة ماسة للمساعدة. مكتوب إن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، والعكس صحيح، فإن الله يحزن من صلاب القلوب، حيث نقرأ كلام الرب إلى حزقيال: فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل، لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان. لست تفهم كلامهم، فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب. الله يحبك بشكل شخصي عزيزي المستمع، وهو فاتح لك ذراعيه لإنشاء علاقة شخصية تبدأ بفتح صفحة جديدة لا تذكر ماضيك، بل ترشدك لطريق الحياة الأبدية وكيفية الإثمار والعمل من خلال المسير معه، كونك مخلوقا مميزا عن كافة المخلوقات الأخرى، لأن الله خلقك على صورته ومثاله، وقد أعد كل شيء لتكون ابنا له ووارثا في الملكوت. فثابر بالبحث والقراءة والفهم، وقاوم إبليس الذي يعيقك، واعلم إن الله سينظر إلى توجه قلبك ويعينك للوصول إليه. السؤال الثالث: هل لنا ببعض الخطوات العملية للتغلب على الخطيئة في حياتنا؟ لكي أتغلب على الخطيئة علي بتجفيف منابعها، فأختبر حياة القداسة، وحيث إن أول المنابع هو النفس الإنسانية والثانية أجناد الشر الروحية. الأولى ممكن ترويضها بالتمرين، أما الثانية تتطلب قوة من العلاء لتنصرني عليها كونها أقوى مني، كما أن ترويض النفس البشرية يحتاج لقوة على التبكيت لغرض التعرف على الخطايا غير المحسوس بها. لذلك في الحالتين أحتاج لروح الله كي تعينني. للأسف بات الكثيرون في عالم اليوم يعيشون حياة الخطيئة من دون أن يدركوا خطورتها على حياتهم الروحية، بل باتوا يعتقدون إن الكذب الأبيض مقبول، النظرة الشهوانية للجنس الآخر شيء اعتيادي، الغش على الحكومة أو جهة معينة هو حق مشروع. لماذا؟ لأنهم لم يهيئوا قلوبهم لطلب الله، بل بات تواصلهم معه محصورا باحتياجاتهم الدنيوية. التهيئة تتم حينما يجددون أذهانهم فيختبرون إرادة الله الصالحة المرضية، وبالتالي يختبرون التغيير الناتج عن القرب منه. سأسرد بعض الخطوات التي أعتقد أنها حيوية لحياتك. الخطوة الأولى هي وضع مقارنة بين سلوكيات السيد المسيح حينما كان على الأرض وسلوكياتي. مثال على ذلك: هل لدي تواضع المسيح، محبته لأعدائه، غفرانه للمسيئين له، نكرانه لذاته وتكريس حياته للآخرين؟ هذه المقارنة تساعدني على اتخاذ الخطوة الأولى لمشوار محاربة الخطيئة. الخطوة الثانية هي إدراك قيمتي في عيني الله وغايته من وجودي، وإنني مدعو للامتلاء لقامة ملء المسيح، أي التشبه به، فيتعمق اتحادي مع روح الله ليبدأ الله بصنع معجزات وآيات من خلالي. هذا الإدراك يثبت نظري نحو الأمجاد السماوية ويساعدني على عدم الالتفات للوراء في أوقات الضعف. الخطوة الثالثة هي إدراك مسؤولية تمثيل الله. الله يعمل، والسيد المسيح في الجسد كان يعمل باجتهاد، والذي يقرر السير مع الله فإنه تلقائيا سيعمل معه،
أي سيكون ممثلا لملكوت الله على الأرض. هذا المركز الحساس إما أن يجلب المجد لاسم الله حينما يرى الناس أعمالنا الصالحة، أو لا سامح الله يجلب التجديف حينما ينظرون الإزدواجية بين أقوالنا الصالحة وأفعالنا الخاطئة. هذا الإدراك يعمق الصدق مع الذات ورفض الإزدواجية بين القول والفعل. الخطوة الرابعة هو إدراك أن الله يحبني كما أحب القاتل والزانية، لأن الله محبة، ولكونه قدوسا فإنه يكره الخطيئة. هذا الإدراك يولد أشواقا للنهل من تلك المحبة الإلهية بشكل يومي، لتجعلني أرى إيجابيات الآخر وأكف عن إدانته وأصلي من أجله. الخطوة الخامسة والأخيرة هو الانتباه لسيرة القديسين والتمثل بها. يخبرنا الكتاب المقدس بأن إيليا كان إنسانا مثلنا تحت الآلام، ولكنه أمر السماء أن لا تمطر، فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، أي كان سائرا مع الله بإخلاص فاجتذبه الله ولم يوجد. كما يخبرنا كاتب رسالة العبرانيين: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. لذلك حينما أقرأ وأفهم كل هذه الحقائق وأقرر العمل بها، حينها سأكون قادرا على الانتصار على الخطيئة، ليس بقوتي أو قدرتي بل بروح الرب الحال في. ولكن كيف أحصل على روح الله عندما أأخذ المسيح؟ من هنا يقول الكتاب إن الحاجة إلى واحد، فلنطلب هذا الواحد من كل القلب والفكر والإرادة، لننعم ببركات أزلية لا حصر لها. ولكن يسأل سائل: ألسنا نملك روح الله؟ أين سمة الحياة؟ فهل هناك روح أخرى؟ يجيب عن هذا السؤال النبي موسى في النص الآتي: فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألداد وميداد يتنبآن في المحلة. فقال يشوع بن نون خادم موسى من حداثته: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذ جعل الرب روحه عليهم. الروح التي نتكلم عنها هي تلك الروح التي أعطيت لإيليا النبي، فأنزل بها نارا من السماء وتنبأ عن المستقبل، أعطيت إلى تلاميذ السيد المسيح فابتدأوا يشفون المرضى ويخرجون الأرواح الشريرة. بحصولهم على الروح القدس كانوا يتفوقون على كل من لديه نسمة روح الحياة من خلال القدرة على عمل أعمال الله. نرجو أن تكون إجاباتنا سبب بركة لحياتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة لكم مني كل الحب.